ضمن الخطط الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية بمحافظة دير الزور، وبعد عدة دراسات حول تنفيذ عدة مشاريع خدمية في أرياف المحافظة، تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور على مد القميص الإسفلتي والبدء بالعمل بدءا من بلدية عياش وحتى مدينة التبني بالريف الغربي للمحافظة. مدة المشروع عقد تشميطية مع تنفيذ طرق أخرى فرعية في المسرب بعقد واحد حوالي 1 كيلومتر بمبلغ 24 مليون. مدة التنفيذ حوالي شهر. تم تخصيصنا ب 500 متر طولي ضمن طرق ضمن مجلس بلدية الشميطية، والطريق بطول 500 متر وعرض حوالي 5 أمتار. تقوم مديرية الخدمات الفنية بتنفيذه. تقوم الشركة العامة وطرق الجسور بتعاقد مع الخدمات الفنية. المدة الزمنية 45 يوم. الآن احنا السماكة 5 سنتي، الطول 500 متر. الورش الفنية للشركة العامة للطرق والجسور تعمل على تنفيذ مشاريع تعبيد وتأهيل عدد من الطرقات في أرياف المحافظة بقيمة إجمالية تصل ما يقدر 24 مليون ليرة سورية لمجموعة عقود مدة كل عقد منها 45 يوما. قامت الشركة العامة للطرق والجسور بتنفيذ الأعمال في خط الغربي بدءا من بلدية عياش، ونحن الآن في بلدية الشميطية، وسوف يتم العمل حتى مدينة التبني. الطريق طبعا يخترق القرية من الجنب الشرقي للقرية بطول 11 كيلومتر، يطلع من الطرف الثاني للقرية من تجمع المدخل الغربي للبلدة. مديرية الخدمات الفنية حاليا تنفذ عقد على هذا الطريق بطول 500 متر بعرض 5 متر. طريق الزفت لما يكون معبد ومشغول ومزبوط، هاي افضل ما يكون طريق ترابي. اول شيء تاثيره على الزراعه على الناس. تعمل الجهات الخدميه في دير الزور على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي في المحافظه واعاده تشكيل شبكه طرق في داخل المدينه وخارجها، وذلك بهدف ادخالها الخدمه وتخفيف معاناه الناس وإزالة آثار الحرب عنهم.